لدينا مجموعة من الجمل: أكرمت الرجل إكراما. إكراما هنا مصدر منصوب يشترك مع الفعل أكرم في الحروف، وهو يؤكد الفعل. الجملة الأخرى: سأل التلميذ الأستاذ سؤالين. سؤالين هنا مصدر منصوب يشترك مع الفعل سأل في الحروف، وهو يبين عدد مرات وقوع الفعل. لدينا الجملة الأخرى: صفق أعضاء الفريق تصفيق المعجبين. تصفيق مصدر منصوب يشترك مع الفعل صفق في الحروف، وهو يبين نوع الفعل. المفعول المطلق مصدر منصوب يصاغ من الفعل. يأتي المفعول المطلق لتأكيد الفعل أو لبيان نوعه أو عدده.